صعدت ميليشيا الحوثي من حملة اعتقالاتها في صفوف الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح بحملة اعتقالات جماعية في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. وطبقا لمصادر عسكرية وميدانية مطلعة، فقد أقدمت ميليشيا الحوثي على اعتقال عشرات الجنود والضباط من قوات الحرس الجمهوري بعد استدعائهم من محافظات البيضاء وإب تحت ذريعة صرف مرتباتهم لستة أشهر. وعند وصولهم إلى أحد معسكرات التدريب التابعة للحوثيين في ذمار، والتي جردتهم من الهواتف والأسلحة الشخصية قبل تجميعهم بالمعسكر وإجبارهم على البقاء فيه كمعتقلين وعدم السماح لهم بالمغادرة إلا بعد التوقيع على تعهدات وتقديم ضمانات مالية كبرى بالتنازل عن مرتباتهم لسنوات وتجريدهم من الراتب في حال رفضوا التوجه إلى جبهات القتال.